هل سيفعلها إسلام الآن أم في الشوط الثاني من عمر هذه المباراة من كرة يوسف بليلي وكذلك إسماعيل بن ناصر. سعود عيسى مندي وبدران وكذلك رامي بن سبعيني في هذه المخالفة. يوسف بليلي يستعد لتنفيذها على يمين الحارس عايشي مانولا. حكم احتسب دقيقتين من الوقت بدل الضايع من عمر هذا الشوط الأول. الكرة جزائرية، يوسف بليلي يرفع الكرة، هيلا وي 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 وغل اللالا وغل. رامي بن سبعيني يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 46، يفعلها رامي ويسجل هدفه السادس مع المنتخب الجزائري. لعبة ولا أروع من يوسف، رائعة في الكرة الأولى ثم في الثانية، يرتقي من هنالك رامي بن سبعيني. شوف الكرة من عيسى لرامي، أوي 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 عيسى، رائعة كرة عيسى لرامي. أولا روعة الكرة الأولى من يوسف لعيسى ثم رامي، لعبة ثلاثية رائعة. 1-0 للجزائر أمام تنزانيا في دار السلام.